اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك مباشره. انا عارف ان حضرتك بتحب تقول رايك في مثل هذه التوقيتات اللي الكل بيبقى مقلق ان هو يقول رايه، لكن في مثل هذا التوقيت اولاد النادي دايما اللي بيبقى ليهم دور مهم جدا 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 في الرأي الراجح، خصوصا لما يكون واحد بقيمة حضرتك معانا. يعني رأيك في هذه المباراة وهذه الهزيمة الصعبة جدا، وانا حتى قلت في وانا بتكلم في بداية كلامي ان احنا خلاص بناخد، يعني احنا بنقفل الكلام على سان داونز النهاردة، ومن بكرة هنبتدي نتكلم ان شاء الله عن المباراة الاهم بقى دلوقتي بالنسبة لمباراة القطن بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللي بيحاول ينال من النادي الاهلي، نعم النادي الاهلي هو الهرم الرابع في مصر. هل الهرم ممكن يقع؟ لما يشيل منه حجره ولا زلطه ولا حاجه هيقع الهرم؟ النادي الاهلي بالنسبه لمصر الهرم الرابع، محدش هيقدر ينال منه، لانه على مستوى العالم النادي اللي معروف على مستوى العالم. وببارك لك وببارك لكل اهلاوي، بنلعب في كاس عالم 25 ارزاق. ايه ده؟ ارزاق. ايه الاقلام اللي نازله كل مره؟ انا بقول لحضرتك ارزاق، سبحان الله. الاجتهاد والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. صح. الحاجه الثانيه، هو جمهور النادي الاهلي من يوم ما نشا، مش هو اكبر جمهور في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا وفي البلاد العربيه؟ صحيح. طيب هل جمهور النادي الاهلي بيقل ولا بيزيد؟ بيزيد. طيب لما جمهور النادي الاهلي بيزيد على مستوى مصر وعلى مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى البلاد العربيه، طب الجمهور ده اللي عمال يزيد ده بيزيد كمان على مستوى العالم يا كابتن. تخيل ان النادي الاهلي، ودي برضو لجمهورنا عشان يبقى عارفها، النادي على الرابع على مستوى العالم من حيث المتابعه، 15,800,000 متابع للنادي الاهلي، هو الرابع في العالم. صحيح. متابعه على مستوى العالم. جمهورنا عارف طبعا، وزي ما حضرتك دايما بشوفك باستمرار، اللي لا يشجع النادي الاهلي او اللي بعض من لا يشجع النادي، بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وما اكثرهم في البرامج طبعا، كل واحد مزروعين في البرامج. الهزايم لكل الانديه بالخمسات وبالثلاثات ومن انديه متواضعه، محدش بيجيب سيرتهم، لكن عاوز ينال من البطل علشان ينال منه. عمرك ما هتنال منه، لان اولا نمره واحد ربنا موجود ودايما بينصر الحق وبينصر المبدا. نمره واحد. نمره اثنين، جمهوره اللي كل دقيقه طفل بيتولد اهلاوي. الاهلاويه اللي مالين كل حته في العالم، اكبر جمهور في العالم، اكتر نادي واخد بطولات، بينافس ريال مدريد وبرشلونه. جمهور الناس اللي هي بتحاول تنال من النادي الاهلي، هتنال منه ازاي؟ انت يعني قول لي انت مين عشان تنافس ريال مدريد وبرشلونه؟ قول لي انت بأمارة ايه؟ انت بقالك 20 سنه ما هوبتش في اي بطوله. فانت يعني الكبير دايما بيترفع عن الصغائر. نعم. وبالتالي انا لما اكون انا في النادي الاهلي وعارف قيمة النادي الأهلي، ومهما حاولت إنك تنال من إيه؟ عمرك ما تنال منه، لأنه في ربنا موجود مع النادي الأهلي بيسنده في كل خطواته. أنت طلعت من الوداد، الجواب اللي استخبى، والمجلس اللي اجتمع وبتاريخ قديم، واللجنة اللي راحت وما أنصفتش النادي الأهلي، إيه اللي حصل؟ يروح كأس العالم ويبقى مشرف ويكسب الفرق، وبعدين بيلعب مع ريال مدريد وكان فاضل دقيقتين وكان ممكن نتعادل. يا اخوانا ده انجاز رائع. انت لما تغلب ريال مدريد 4-1 ده يعني حاجه، يعني بنشوف الفرق اللي بتغلب بسبعه وثمانيه، البرازيل وليفربول واللي بيكسب المان يونايتد فالنادي الاهلي عمره ما بطوله او مباراه ممكن انها تنال منه. ادي نقطه نمره واحد. النقطه الثانيه، ودي برضو يعني ببعتها لجمهورنا وبعتها لاخوان النقاد، انت كل اللي انت بتقوله اقسم لك بالله ما هينال من واحد من جمهور النادي الاهلي. اللي هينال من واحد بيدعي انه اهلاوي بناقص لهذا الفرد، لان ما فيش واحد ابدا بيشجع النادي الاهلي هيروح يشجع نادي اخر، لانه هيفضل طول عمره. معلش عشان الكلام بيتاخد اصله من سياقه، حضرتك هنا بتتكلم على بعض النقاد والاعلاميين اللي موجودين في كل مكان.
موجودين في كل مكان وبيحاولوا على طول ليل نهار يشكك وبعدين يروح انت قبل ماتش سان داونز يروح يقول لك عقوبه مش عارف مين بالظبط كده يشغلك مش عشان اصل الكلام بيتاخد بيروح في حته ثانيه. والله يا كابتن اللي يهمك في ربنا موجود ايوه وفي جمهور. الجمهور ده على فكره ما هياش احلى حاجه في الدنيا، ما هياش حاجه بتاعت بني ادمين، ما اللي ربنا بيحبه بيرضى عنه صحيح بيخلي الناس تحبه. فالجمهور ده اللي انت بتشوفه في كل مكان. والله يا اخي يعني هقول لك ايه، بعيد الكلام مره واثنين وثلاثه، بتمشي في اي محافظه في اي بلد وبتشوف الناس اللي بتتابع ماتشات النادي الاهلي طبعا جسمك بيقشعر لما النادي الاهلي بيلعب. عشان كده زعل بمقدار الحب الحقيقه. والزعل يا كابتن عايز بس اوضح حاجه، فضل. انا لما يكون امي وابويا انا مثلا بزعلهم فيجي هيدعوا علي، لا طبعا ايه اللي بيحصل؟ يعني على طول يحصل نوع من انواع العتاب، ما تقولش امين وانا بتكلم على فرقتي. صحيح. فدي طبعا الجمهور لما يزعل يزعل شويه، فدي نقطه بتبقى محسوبه له، لان الزعل بتاعه هو اللي مخليك دايما في المقدمه. الحاجه الثانيه يا كابتن، امتى حد يفكرني بس من الاخوه الاعلاميين او بعض الاخوه الاعلاميين او اي جماهير من اللي هي بتبقى يعني بتتابع وما بتحبش النادي الاهلي، امتى صن داونز كسب النادي الاهلي في ظروف طبيعيه؟ ما حصلش. الماتش اللي فات هيقول لك يعني الماتش 2019 ايه اللي حصل؟ انت لا ملاعب الزمالك في برج العرب في ارض طين، وبعدين رجعت بتلعب الاتحاد في اسكندريه وماتش برضو طين، وبعدين بتطلع عن سان داونز ثلاث ايام نفس اللي حصل. سان داونز بقى كان قبلها ايه اسبوع مريح، الاتحاد هناك والرابطه هناك مريحين الفرقه عشان الناس بتخاف على بلدها وبتخاف على اسم بلدها وبتخاف على انديه بلدها. بتتكرر المره دي برضو، بترجع من كاس عالم انديه وبعدين نفس القصه برضو، لعب الداخليه يعني شرار بيطلع في الملعب، وبعدين القطن الكاميروني انا قلت كنت مع حضرتك بيلعبوا بشراسه انا ما شفتهاش لا مع صن داونز ولا مع الهلال، بيلعبوا بشراسه غير طبيعيه لدرجه ان انا قلت لك احنا كسبانين ثلاثه وفاضل دقيقه وعبد المنعم الراجل ضربه ومع ذلك بيستعجل اللعب. انت يعني كان فاضل دقيقه انت هتجيب ثلاث اجوال في دقيقه، نتيجه انك انت عندك الحافز الرهيب جدا ان انت وبعدين تخش على المقاولين. انا قلت لك برضو في سبع فاولات كلهم انذارات ما فيش انذار واحد، شراسه غير طبيعيه، وبعدين برضو بتلعب المقاولين الثلاث وبتروح سافر الاربع علشان تلاعب صن داونز. صن داونز برضو مريح سبع ايام قبلها صح. في الوضع الطبيعي بقى يا كابتن، في الوضع الطبيعي صن داونز انت على طول كسبانه 2-2 في تعادل هناك، وعلى طول انت اليد العليا عليه، كسبك مرتين نتيجه عدم تعاون ما بين الاتحاد والرابطه انها تريح تيم بحجم النادي الاهلي انه يبقى رايح. ايه المانع ان انا كنت اجل الماتش ده؟ ايه الفايده اللي هتعود على الكره المصريه من كاس الرابطه؟ ما الفتره دي كان ممكن جدا ان انا اريح النادي الاهلي وخلي ماتش المقاولين في الفتره ديت عشان في اجنده دوليه اليومين اللي جايين دول. في اجنده دوليه، انا ممكن جدا ان انا يبقى فيه يعني نوع من التنسيق بحيث ان انا ماتش المقاولين كان ممكن. بس معلش يا كابتن عشان الناس ما تفهمش كلام حضرتك ان هو تبرير للهزيمه. لا يا كابتن، احنا انا بس عشان انا اصلا عارف دماغ حضرتك، لكن انا بتكلم هنا كابتن عادل بيتكلم في الظروف المحيطه بالمباراه ولكنها ليست تبريرا لاي شيء. نعم. شوف يا كابتن احنا بشر، فانا لا ابرر ولا انافق ولله الحمد، يعني انا بقول لا 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 اقصد، لكن انا عارف انا عارف حضرتك وعارف كلامك، لكن في البعض برضه يعني يقول لك انتوا طالعين تبرروا، احنا ما بنبررش. اللي بيبرر ده اللي بيقول ان انا ببرر او حضرتك بتبرر او اي حد بيبرر، قول له يا حبيبي روح ماتش كده، روح اسكندريه بالقطر صح، وانزل وخش بيتك، مش هتلعب ماتش ولا حاجه ولا في ضغوط، شوف تعبان ولا مش تعبان، ولا في مجاري بتضرب ولا في شماريخ ما تخليكش تنام ولا ولا ولا، وتعال العب. فالمبررات دي لما انا اكون لاعب وقلت لحضرتك قبل كده احنا لاعبين 15 مباراه في 45 يوم كل 3 ايام ومنهم 8 سفريات
وربنا يعرفوه بالعقل. يعني انا بخاطب جمهور النادي الاهلي، مش جاب اي حد تاني، بخاطب جمهور النادي الاهلي، من فضلك لما تكون انت بتلعب 15 مباراه ومنهم اربعه كاس عالم لانديه، مدرب نادي الزمالك بيشكو من الارهاق. انت ما رحتش كاس عالم، لعبت اربع ماتشات في اربع سفريات. لا صحيح، الاربع ماتشات في كاس العالم اربع كلهم سفريات. ماتشات يا كابتن في 10 ايام، منهم ريال مدريد وفلامينجو وسياتل واوكلاند، فرق حصانه بتجري ومن تطوان للكازابلانكا والمغرب، اربع سفريات اربع سفريات. فانت مرهق. امال النادي الاهلي في اربع انت بتلعب ريال مدريد وبتلعب فرق ابطال قارات، ف يعني ايه ما دافعش عن ناديه؟ لا انا دافع، واللي هيقول لي انت بتبرر، اه يا سيدي انا ببرر، انا بحب ناديه وببرر. تمام صح. ف ولما يكون في اخطاء لما نحب نقولها نقولها بادب ونقولها بحب لما يكون فيه صحيح، زي ما جمهور الاهلي بيعمل. او جمهور الاهلي بيعمل ايه؟ زعلان ولكن هو بينتقد، تلاقيه دايما جمهور محترم. يعني بيقول لك ايه؟ يعني احنا عايزينكم تعملوا واحد واثنين وثلاثه واربعه، يعني الناس بتكلمك اكيد يا كابتن وبيشتكوا. الشعب بيقول لك نفس الكلام. احنا نفس الكلام لما جمهور الاهلي بيوقف معانا ويكلمنا يقول لي نفس الكلام، اقول لهم اه يا جماعه نحاول نعمل كده وان شاء الله الفتره الجايه فيها. لان طبعا حضرتك تعلم ان احنا بنبقى يعني عندنا بنبقى عارفين شويه حاجات بتحصل، لكن ما ينفعش نطلع لانه في الاخر الاعلام بيكون من النادي. تمام يا كابتن. فهو انا مش معنى كده انه ما كانش هناك في بعض الاخطاء، انا قلت الشراسه وقلت الناس بتلعب بشراسه غير طبيعيه مع النادي الاهلي، ودي حاجه احنا صحيح يعني عايزينها. العب برجوله، مش هتفوت لي، لا العب، بس العب بالشرف المهني، كرة قدم. في الاداء كره قدم، والكسبان والخسران دي في النهايه كره قدم اتبدعت عشان الاستمتاع. انا بلعب كره قدم عشان استمتع، بكسب بتعادل بخسر، بس المهم زي ما قلت لحضرتك قبل الماتش قلت لك عايزين نلعب ونأدي جهدنا. اللعيبه ما وفقتش، الجهاز الفني احتمال كان فيه اخطاء فنيه، الاخطاء الفنيه دي ممكن نقولها في النادي. لو طلب مننا والله كان فيه واحد اثنين ثلاثه في ماتش الداخليه، كان هناك خطا، احنا كسبانين واحد وهم 10، كان المفروض ان انا امن. ماتش سان داونز كان برضو فيه اخطاء. سان داونز هنا 2-2 تقصد؟ ضرب الجزاء لا، هاني ما يشوطش، لان هناك محمد عبد المنعم هو نمره 2 في المنتخب، الراجل يمكن ما يعرفش ده نمره 2 في المنتخب في ضربات الجزاء. وبعدين بيشوطها فين؟ بيشوطها في الكاميرون مع ضد السنغال وضد المغرب، كل الماتشات اللي خلصت بضربات الجزاء كان محمد عبد المنعم كان هو نمره 2 في المنتخب بعد زيزو وبعد محمد صلاح، كان بيبقى هو موجود في ضربات الجزاء. الراجل ما يعرفش، ما يجراش حاجه، ده خطا، الخطا ده بيتصلح. مش نهايه الكون، وزي ما حضرتك تفضلت، مش نهايه الكون ان انا لا قدر الله البطوله دي انا طلعت منها ان انا هيبقى فيه مشكله كبيره قوي بالنسبه لي، لكن بيبقى درس قوي جدا ان انا كلاعبين يبقى فيه نوع من انواع الترابط جوه الملعب، نحس حتى لو احنا مرهقين احس ان اللعيبه بتكلم بعض في الملعب. ابسط حاجه ان انا دخل فيا جول وبعدين بقينا 1-1، هنا الجهاز الفني لازم يشتغل. بقينا 2-1، بقينا 3-2، طب 3-2 لازم ابتدي اتدخل. انا قلت 3-2 لازم الراجل هيعمل ثلاث تغييرات او تغييرتين على الاقل، ما حصلش. لما اوصل ل 3-2 بقيت قريب جدا، وهو ابتدى كيرفه ابتدى يبقى فيه نوع بيامن وبيلعب على المرتده. طب انا امن المرتده وبعدين ابتدي ان انا اعمل تغييرات بدري شويه، انزل كهربا والعب بشريف وكهربا. الراجل ما بيأديش الواجب الدفاعي ما لعبوش. انا قلت مع حضرتك قبل الماتش عايزين ال11 او ال10 اللي هيلعبوا لازم يبقى الساعه الحيويه بتاعت رئتهم، ولازم يكونوا بيأدوا الواجب الدفاعي والهجومي. يا كابتن ما فيش لعيب خلقه ربنا فوق راسه ريشه، الفرقه كلها بتدافع والفرقه كلها بتهاجم. في عندنا بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي، وحتى الواجب الهجومي بيأدوه على استحياء. لا، المفروض يبقى فيه وقفة، لأن عندنا كم من اللعيبة كلهم أحسن لعيبة في مصر. عندنا أنت الفرقة ال 11 وفي أكتر من 15 بره كلهم دوليين. ده أيمن أشرف دولي، يعني 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 كلهم دوليين. فأنا عندي من اللعيبة ما فيه الكفاية، كل ما هناك
ان الاخطاء الفنيه دي وارد انها تبقى موجوده، مفيش ربنا خلق بني ادم ما عندوش اخطاء. جمهور النادي الاهلي اقسم لك بالله عارفين كل الكلام اللي انا بقوله ده. طبعا طبعا. ايه المنبر اللي ممكن يطلعوا يقولوه؟ انا واحد بشجع النادي الاهلي طول عمري بقول لك على اللي جوايا، جوه كل واحد اهلاوي هي لذه وباعه قوي ان الفرقه اتغلبت خمسه. ياه، لان احنا مش متعودين. ما احناش متعودين. يعني احناش متعودين. لو في الظروف طبيعيه، الوضع الطبيعي، لجنه رابطه الانديه مش النادي الاهلي اللي يطلب، ده هو يقول للنادي الاهلي انا هاجل لك ماتش المقاولين لان دي مصر. النادي الاهلي بيلعب باسم مصر. هيقول لك اشمعنى؟ لا يا حبيبي ما فيش حاجه اسمها اشمعنى. النادي الاهلي راجع من كاس عالم لعب اربع ماتشات، انت لعبت كاس عالم؟ علم مصر اترفع في المغرب كم مره؟ والنشيد الوطني اتعمل كم مره؟ والنادي الاهلي بيلعب؟ فين الرابطه هنا؟ هي العمليه كل واحد بيدور على مصلحته وعلى الكرسي اللي هو قاعد عليه. ما ينفعش النادي الاهلي ده بيمثلني كرابطه، فين انا هنا؟ صحيح. الاتحاد فين؟ وبعدين ماتش المقاولين نبص نلاقي سبع فاولات، والكلام ده كلام حكام كبار طالعين بيحللوا الماتش. سبع فاولات مفيش فيهم انذار؟ يعني بحس ان انا بس يعني احمي اللعيبه اللي هي رايحه بعد ثلاث ايام دي تلعب في سان داونز. فين حب الناس اللي بتحب مصر؟ بتحب مصر باي منطق؟ اي منطق واي دين واي يعني؟ ازاي انا تيم رايح يلعب في بطوله محببه لجماهير مصر وجمهور النادي الاهلي والجماهير البلد العربيه كلها بتتابع البطوله يعني دي؟ معلش يا كابتن، برضو ما يتفهمش كلام حضرتك غلط. ايه اللي مطلوب يعني في مثل هذه الامور؟ انا كنت اجل ماتش المقاولين. لا ماتش الاتحاد. انا بتكلم على التحكيم. المطلوب يا كابتن انك تحميني. انت تحميني بالقانون. تحميني بالقانون يا كابتن. لما واحد يخش يفرمني، ما ده انت اديت بتدي انذار لما واحد بس بيبص لك بتدي له انذار. انت واحد يعني ده حمدي فتحي في كوره عاديه جدا بيتزحلق، هنقول فيها تهور شويه، على طول الانذار طلع. طب والسبعه اللي قبليها مفيش؟ انت بتحمي بتاع المقاولين وما بتحميش بتاع الاهلي؟ مش معنى كده ان احنا ضد المقاولين. انا بقول ان اللعيبه بتلعب بحماس. لا انت بتطالب بالعداله. بس تدار بالعداله بحيث ان انا ابقى خايف على زميلي اللي هو رايح يلعب في بطوله. لو النادي الاهلي والمقاولين هو اللي رايح يلعب سان داونز كان هيلعب بالعنف ده. الحقيقه مختلفه يعني شويه. فعشان كده العقليه، فالمبررات اللي انا بقولها دي مبررات لواحد بيعشق النادي الاهلي ويعرف قيمه النادي الاهلي ويعرف يعني ايه ان النادي الاهلي طول عمره رافع راس مصر في المجال الرياضي في كره القدم وفي جميع الالعاب. هناك بعض السلبيات واضح جدا ووارد جدا يبقى هناك اخطاء فنيه بسيطه جدا ممكن جدا تتعالج. فانا في الدوري ماشي كويس، في البطوله الافريقيه اذا ربنا اراد وعدينا ماتش القطب وباذن الله تعالى يبقى هناك درس قوي في ماتش الهلال هنا. لو لا قدر الله حصلت اي نتيجه، ان النادي الاهلي عنده من كم من البطولات هيبقى فيه هناك وقفه وفي تصليح. كده كده هيبقى فيه وقفه وتصليح. كده كده بعيدا عن اي شيء هيبقى هناك حساب، وده اللي كلنا ولاد النادي الاهلي كلهم عارفين هذا الكلام. عموما خلينا نطلع فاصل ونقفل الموضوع بقى سان داونز، ونتكلم بقى عن القطن وعن كاس الرابطه وعن وعن وعن، نتكلم عن كل شيء ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، القطن لو اتكلمنا عن حاجات ايجابيه نستطيع ان احنا ناخدها معانا في مباراه القطن. هو طبعا الظروف الغير طبيعيه اللي صاحبت ماتش سان داونز، انك انت ما بتاخدش فترة راحة، لأنك أنت بعد ما خلصت ماتش المقاولين كان يوم الثلاث، تخيل أنت يوم الأربع بتسافر 8 ساعات 9 ساعات تسع ساعات، وبتنزل تاخد أتوبيس ساعة كمان ساعة شوية. فمثلا حد يتخيل كده من بعض الإعلاميين أو المسؤولين أو الناس اللي بتهاجم يركب طيارة كده ويطلع أسوان وينزل يروح الفندق يشوف درجة تعبه إيه، مش هينزل على تمرين وعلى ماتشات ولا اخر. ايوه. ف ماتش القطن الكاميروني اعتقد انه هناك 7 ايام. يعني احنا لعبنا السبت، هنلعب جمعه، هنلعب ست ايام.
الست ايام دول فيهم ثلاث ايام ما فيهمش سفر، فانت عندك تدريب وفي فتره استشفاء الراجل اداها، حتى في يوم امبارح اعتقد ادى يوم راحه كامل، مفيش شغل خالص. يعني اسبوع معقول مقبول يعني. ست ايام. بس خلي بالك، ما هو الاداره وفرت هذا الامر بان هي جابت طياره خاصه موجوده، وفي نفس الوقت انت قاعد الاسبوع كله. مفيش حد مقصر يا كابتن، مفيش حد مقصر ولا اللعيبه والله. في في بعض اللعيبه بتبقى مقصره شويه، لا بعض اللعيبه وهم قله، لكن الغالبيه كلهم رجاله كلهم على قدر المسؤوليه وياما اسعدونا. بس في بعض برضو من اللاعبين احيانا بيبقى خلاص ده طموحه، ان هو خد بطولتين ثلاثه او كام بطوله، فبيستكفي بده وعايز بقى يامن مستقبله. ايوه. النوعيه دي ما بتستمرش في النادي الاهلي كتير، لان النادي الاهلي مفرمه، عارف اللي بعده على طول. انت يلا مع السلامه، هتروح فين؟ هتبص ليه بيلعب بقى في الدرجه الثالثه والرابعه؟ وعندي امثله كتير قوي كانوا نجوم كوار جدا جدا النهارده في الدرجه الثالثه والدرجه، مع احترامي طبعا للدرجه الثالثه والرابعه، هتلاقيهم مفيش خالص. فطبعا الست ايام دول طبعا هيبقوا هيفرقوا جدا مع الفريق. نغمه ان انا اعاقب واعاقب، ده مش اسلوب النادي الاهلي. صحيح. ولا دي الطريقه اللي بيربي بيها اولاده. صحيح. لا، دايما احنا بنحفزهم، يا فلان انت من افضل اللعيبه، يا فلان انت كذا، يا فلان انت كذا، وفي مكافئات وهو الاخر. لما يكون هناك عقاب، العقاب ده دايما يبقى غير معلوم اخر الموسم. معلوم. انت عندك بطولات، عندك دوري، وعندك افريقيا، وعندك السوبر، وعندك الكاس، عندك لسه اربع بطولات، وعندك كاس عالم، وعندك وعندك عندك حاجات كتير جدا. فالماتش اللي جاي اعتقد انه هيبقى ماتش بتمناه يبقى فيه روح رياضيه، ان الفريق المنافس القطن الكاميروني يبقى هناك حكم، الحكم ده يبقى فيه عنده شيء من يعني شيء كثير من النزاهه، لان انا في اعتقادي ان احتمال كبير يبقى فيه زي العنف اللي كان موجود هنا، برضو احتمال يبقى فيه عنف، لان المؤشرات بتقول انه بيفتح المدرجات للجماهير ولا اخره، فمؤشرات ان هم واخدين المباراه بشكل جدي، دي حاجه كويسه جدا، عشان ننزل نلاقي فرقه واقفه علشان نكسبها، واحنا المكسب ده يبقى رخيص قوي، ان انا العب فرقه واكسبها بدون ما يكون هناك تحدي او يبقى فيه اداء مشرف من الفرقتين. لكن اللي هو يبقى مش مشرف، ان انا يبقى فيه عنف، علشان بيحصل في مجال الكوره يا كابتن ان في تيم خارج المنافسه، التيم اللي هو بينافسك بيعرض مكافآت على الفريق الآخر عشان ينال منك أو عشان يطلعك، ودي واردة وبتحصل ومرت يعني فترات كتيرة جدا على بعض الفرق. تبص تلاقي بيطلعوا حوافز للعيبة علشان توقف النادي الأهلي في مسيرته. اللعيبة أعتقد أنه المدير الفني حط إيده بقى على العناصر اللي هي ما بتأديش الواجب الدفاعي والهجومي، ودي في منتهى الخطورة، إن أنا مش هلاعب حد إلا إذا كان الواجب الدفاعي والهجومي على نفس القدر. أنا بتديني 8.5 من 10 الواجب الهجومي والواجب الدفاعي، لازم تكون بتأديه على قدر المسؤولية، وتبقى عارف قيمة التيشيرت اللي أنت بترتديه. كل اللعيبة تعلم تمام العلم قيمة التيشيرت، والدليل أنت واخد 2 كأس عالم، واخد 2 برونزيه كاس عالم، زي ما حضرتك قلت تواصل كم مره لنهائي افريقيا؟ 6 6 واظن اخر 10 سنين يعني، و15 مره اعتقد، واخد 10 واصل 15 مره اخر 10 سنين، وصلنا 6 مرات نهائي افريقيا، نهائي دوري الابطال، وخدنا 3 19 و20 و21. لا، على المدى احنا واصلين 15 مره واخدين 10 على العمر كله يعني. واصلين 15 مره صحيح واخدين 10، وال11 كنا ناخدها في المغرب ما حصلش. فالماتش اللي جاي انا بشوفه ان شاء الله باذن الله تعالى، ايا كانت النتيجه وايا كان اللي ممكن يحصل في المباراه ديت، لان برضو الحرب شغاله. برضو لو تلاحظ يا كابتن انه ماتش زي الاهلي والهلال، ماتش يعني معروف انه هيبقى فيه مشاكل، نبعت حكم مغمور،
الماتش بتاع سان داونز نبعت حكم مش معروف. بس خلي بالك الحكم كان كويس في مباراه سان داونز. بس المفروض ان انا ابعت حد يبقى بقيمه الاهلي وبقيمه سان داونز. طب هو دلوقتي مأخرين يعينوا حد للماتش اللي جاي. غريبه بس ليه عايزين يحطوا حد للمباراه ديت يبقى يعني لانها تبقى مباراه مهمه جدا ماتش الاهلي والقطن الكاميرون. تالي بكره هيعينوا تيالي او يعلنوا يعني. لانه هيحطوا ناس لسه في سفر الحكام الصفوه بحيث الماتش ده ما يبقاش فيه غلطات لانه للاسف برضه موسيبي لما جه قال انا هيبقى فيه فار وقال كتير لغى الفار. الماتشات دي المفروض تبقى الفار شغال لان الاتحاد الافريقي غالي جدا وما عندوش مشاكل لكن فاعتقد انه الماتش ان شاء الله باذن الله تعالى ولادنا ورجالتنا هيأدوا الاداء المشرف باذن الله تعالى وايا كانت النتيجه. لو خسرنا افريقيا احنا النادي الاهلي بجماهيره العظيمه بجماهيره الواعيه مفيش حد ابدا من جمهور النادي الاهلي هيخلي حد يستطيع انه ينال من هذا الجمهور العظيم اللي احنا كلنا منه. ودايما النادي الاهلي بشعاره الاحمر في دم كل واحد عمره ما هينفصل عنه وبالتالي ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون ماتش مشرف وولادنا يرجعوا منصورين باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله. كابتن خلينا بقى نروح لقرعه النهارده رابطه الانديه. شفتوا القرعه ازاي؟ واحنا برضو شغالين يا شباب لو سمحت حطوا لنا الجدول. اتفضل يا كابتن. والله طبعا هي جايه في توقيت يعني الاهلي هيلعب المصري، المحله هيلعب الاسماعيلي، المقاولين هيلعب الحرس، فيتشر طلائع، زمالك بنك اهلي، سيراميكا سموحه، اتحاد فاركو، بيراميدز انبي. طبعا البطوله ديت هتتعمل وطبعا الاهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز اللعيبه الدوليين مش هيكونوا موجودين في البطوله ديت. فالمردود بتاعها انا مش عارف المردود المادي هيبقى شكله ايه لكن ايا كان هتبقى برضو فيها فايده للعيبه اللي هي ما بتلعبش. فان شاء الله تكون يعني بطوله موفقه والحاج عامر حسين يبقى يعني يبقى في نوع من انواع المتابعه. اللعيبه مرهقه جدا وخاصه في الانديه الكبيره وبالتالي يا كابتن اللعيبه دي هتلعب تصفيات اولمبيات وتصفيات كاس عالم. كنت اتمنى ان اللعيبه يعني يبقى في شيء من الراحه ليهم بحيث ان هم نروح كاس عالم بقى واحنا مرتاحين شويه ونبقى رايحين من بدري وما يبقاش فيه الارهاق ده. ولما نزود اسبوع شويه مش هيجرى حاجه، لما بدل ما نخلص في يونيو نخلص في يوليو مش هيجرى حاجه يعني. بدل ما ناخد 45 يوم ناخد 25 يوم. وكان اللعيبه ترتاح والاهلي يوصل لنهائي افريقيا فيعني التشبث باسبوع ولا حاجه مش ده المنطق وبالتالي برضو الرئيس الرابطه مع الحاج عامر لجنه المسابقات لابد يبقى في حد فني معاه يبقى عارف الاحمال اللي اللعيبه بتاخدها ايه. لان انا اعتقد الحاج عامر عنده خبره كبيره جدا في الامور دي تيالي. ما الحاج عامر بقى له 40 سنه في بالظبط ففاهم 40 سنة. بس دي دراسه يا كابتن الاحمال والحاجات دي الاحمال دي ده علم دراسه طبعا علم تدريب رياضي وفيسيولوجي فهو مش دارس الحاجه دي يبقى بيستعين بحد بحيث ان انا الحد اللي انا بستعين بيه ده لما بحط الجداول ابقى عارف ان اللعيب علشان يوصل لدرجه الاستشفاء بتاعته بتوصل بعد كذا يوم. لا يعني بس ممكن مثلا يا كابتن بما اننا بنتكلم عن هذه البطوله ممكن العب بجزء كبير من الناشئين جزء كبير من اللي ما بيلعبوش فترات طويله مع النادي الاهلي وبالتالي اقدر استفيد منهم اقدر اسوقهم لو مش عايزهم اقدر اعيرهم لو مش عايزهم ممكن يطلع لي حد استفيد منه زي ما طلع لنا كوكا مثلا من الدوري الرابطه السنه اللي فاتت يطلع لنا محمد اشرف يطلع لنا رأفت عطيه يطلع لنا كده يعني. بس هيبقى ما فيهاش فير لان في انديه هتبقى كلها كل واحد على حسب بقى بالظبط لكن كل واحد يبقى على حسب اهدافه. بس هي بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى جيده اقرب لكده
هتبقى جيده، لان برضو انت عندك كم من لعيبه انت ممكن ان هم يعني يبقى تجهيز ليهم بعد رجوع الدوري، يبقى يبقوا جاهزين بدل ما تعمل ماتشات وديه. بالظبط هتلعب الماتشات ديت، واللي هيتاخد منه المنتخب يبقى صحيح عدد اللي بيتاخد منه المنتخب هيبقى في طريق، ان شاء الله نوصل كاس عالم، واحنا يعني واحنا واقفين على رجلينا ما نبقاش مرهقين او يبقى في نوع من انواع عدم الثقه في الاداء. لكن ان شاء الله التوفيق، وبناشد زملائنا وولادنا الاعلاميين. النادي الاهلي ده نادي مصري، النادي الاهلي نادي مصري من تراب مصر، ما تحاربوش، انت اقف وراه وسنده، لانك انت مفروض تقف ورا كل نادي بيمثل مصر، تقف مع فيوتشر، مع بيراميدز، مع الزمالك. اتمنى ان الزمالك يوصل ويكسب ويوصل للدور اللي بعديه. نادي مصري، احنا ليه واخدين النادي الاهلي كده في حته وعمالين نخبط فيه؟ هو النادي الاهلي واخد اكبر نادي، واخد بطولات على مستوى العالم. انت يعني مين النادي في مصر واخد كم البطولات ديت؟ انت بتحارب جماهير كتير قوي، 80 مليون او اكتر. انت يعني الناس بتبقى بتتفرج عليك بتضحك، يعني انا اسف ان في اللفظ ده، بتبقى مشفقه عليك. انت بتهاجم مين؟ بتهاجم النادي الاهلي باماره ايه؟ طب مين البديل؟ مين البديل؟ قول لي مين البديل اللي هو عامل سمعه وعامل فرحه بالنسبه للمصريين في كل حته، في اي بلد عربي ولا في مصر ولا في اي حته؟ النادي الاهلي. ونتمنى فيوتشر والبيراميدز والاتحاد والمصري، والله ساعات يعني اي نادي بيلعب في افريقيا لابد ان كلنا نقف وراه، لان ده في الاول والاخر احنا مصريين بنشجع فرقتنا. النادي المصري، النادي الاتحاد بيلعب في افريقيا، كلنا نقف وراه. يعني انا بستغرب الناس دول، هي يعني لابد نراجع نفسنا شويه ونعرف ان النادي الاهلي ما هوش في كاب ولا حاجه. النادي الاهلي واخد بطولات تكفيه 200 سنه رجاء. احنا في كبوه ونخرج منها ان شاء الله سريعا. الكبوه دي ما هياش كبوه، لان اي فرقه في العالم معرضه لظروف، والظروف ديت خارجه عن ارادتها، وما فيش فرقه بتلعب بسفر 12 ساعه وبتلعب ماتش وبعد 3 ايام بتلعب ماتش مع فرقه مدخله 50-60 ألف وارهاق. صحيح. وبتلعب 3 ماتشات. صحيح. وبتلعب 15 ماتش في 45 يوم. تمام. فطبعا دي كلها امور، واعتقد ان الاداره لم تقصر، ولا ان شاء الله اللعيبه والجهاز الفني الوقفه ووصل لهم طبعا الزعل طبعا الجماهيري، اعتقد ان هم لازم هيصالحوا جماهيرهم ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. يا رب يا كابتن عادل، انا بشكرك جدا، ودايما بنستنى كلام حضرتك ونصايحك لكل الناس. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا كابتن. شكرا جزيلا للكابتن عادل طعيمه. هطلع فاصل، وبعد الفاصل الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت.